قرر مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقد جلسة طارئة غدا الاثنين لمناقشة الاعتداءات على المسجد الأقصى. أبرز ما جاء في جلسة اليوم نورده في التقرير التالي. بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، استهل مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة. ودان الطراون العملية الإرهابية التي استهدفت المسجدين، مشيرا إلى تجرد مرتكبها من كل معاني الإنسانية. ووافق النواب على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية كما أقره مجلس الأعيان، بما يدمج ثلاث هيئات مستقلة في هيئة واحدة تتولى إدارة ملف التعليم المهني والتقني. درست فرق العمل بهذه الاستراتيجية قطاع التدريب المهني والتقني بعناية فائقة وعبر مدة سنتين، واستعانت بالعديد العديد من الخبراء المعنيين بهذا القطاع. من مع قرار مجلس الأعيان؟ كما ناقش المجلس تقرير لجنته المالية بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، والذي يتضمن عددا من التوصيات أهمها إمهال الحكومة مدة 60 يوما لتصويب مخالفات واسترداد مبالغ صرفت بغير وجه حق. المخرجات الرقابية المخالفة للأنظمة والتعليمات وتم صرف أموال مخالفة أو صرفت دون وجه حق أو ناتجة عن أي تجاوزات مخالفة للقوانين والأنظمة ولا يترتب عليها أي شبهة فساد، حيث قررت لجنتكم التنسيب لمجلسكم الكريم الطلب من الحكومة استرداد المبالغ وتصويب المخالفات خلال 60 يوما من تاريخه. النائب خالد الفناطسي هاجم خلال الجلسة قرار الحكومة برفع رسوم الفحوص الطبية للوافدين، وقال إنها ستدفع من جيب المواطن الأردني في نهاية الأمر. أنا أستغرب من حكومتنا الرشيدة فاجأتنا في الأسبوع الماضي في رفع تصاريح أو رسوم الفحص الطبي لإخواننا الوافدين في الأردن من 30 دينار إلى 85 دينار، وهذه زيادة بصراحة كبيرة جدا وتنعكس أيضا على المواطن الأردني. إلى ذلك كشف النائب إبراهيم بنهاني فضيحة من العيار الثقيل بقيام مستأجر ببيع سكة قطار بمنطقة الحمة وبطول 31 كيلومترا بسعر زهيد جدا، وطالب وزير النقل التحقق من ذلك. قام المستأجر ببيع سكة الحديد بخشبها ذات الأثر يعني التراثي العظيم، مبنية من 1903، وهذا الحديد بيع بسعر الخردة هو والخشب، إضافة إلى تأجير حرم الأرض وهي أرض يعني عمليا وقفية لصالح الدولة الأردنية إلى بعض المزارعين لزراعتها بالجوافة، وقامت سلطة وادي الأردن بتجريفها لأنها غير شرعية. ولم تغب القدس واعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى عن الجلسة، حيث قرر النواب عقد جلسة طارئة غدا لمناقشة الاعتداءات على المدينة المقدسة. جلسة يوم غد أتصور من خلال معالي نائب الرئيس أن يكون هنالك تحضير للمخالفات والتجاوزات التي تمت حول الأقصى وبوابة الرحمة، وبالتالي حتى نكون جاهزين لأن بكرة جلسة حول موضوع الأقصى الشريف.